بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إن يقول إنها بقرة
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم.